عسلامة ومرحبا بكم العشاق. الكيك الصحي اللي من غير عظم أو بيض، من غير معناها زيت، من غير زبدة، كيفي. هذه الغوصيت ليكم انتم، على خاطرها روعة 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 وبنينة بنينة بنينة. دونك هوني خديت كعبة موز أو بنان، دونك هكي عملتها بالفرشيطة. باش ناخو هوني ساشي سكر فانيي، باش نضيف لها شوية ماء زهر. انا نحبو برشا في أي نوع متاع جاتو، تعرفوني مستنستو بيا، دونك الماء زهر ما نستغناش عليه. هوني مغارفتين كبار الكاكاو معناها اون بودغ هذيك، دونك خديت مغارفتين كبار. هوني كيما قلت لكم من غير فرينة باش نستعمل الشوفان، ديما الشوفان عندي مرحي وحاضر، دونك ناخذو ونرحيه وحدي. خديت ثلاثة مغارف كبار، تقريبا ثلاثة مغارف كبار. عملت معاكم فيديو كيفاش نجمو نقيسو بالمغرفة ولا بالكيس. المغرفة تهز 30، يعني ثلاثة مغارف 90 غرام. هوني 150 مليليتر بطبيعة الحال حليب، كان تحبوا تعملوا معناها زوز ضعفوا الكميه. بالنسبه للسكر خديتوني سكر دوكان، هذايا نحبها برشا، سينو تجمو سكر التمر سكر الخروب، المهم سكر الصحي باش تعطيو هكا جو مزيان اكثر شويه للجاتو نتاعكم. هوني بتبيعه باش نضيفوا هكا اللوفور هذيك اللي باش تعطينا زاده كيف كيف نتاع الجاتو. خديت كيس كامل والا ساشي، خلط الكل. باش ناخذ المول نتاعي، انا اخترت المولة تحت، تنجموا نتوما تاخذوا اي مول تحبوا عليه. نحط الخليط نتاعي، الفور من قبل يكون على 180 درجة، تنجموا زيدة إذا ما عندكم شفور تعملوا في الميكرووند في الزوز تجي وتنجموا. عملت هوني ذوبتش في معناها عادي جدا، ذوبت في الميكرووند الشوكولا نواغ متاعي، بتبيع شوكولا نواغ هذيك اللي باش نستعملوها باش تكون الجاتو متاعنا صحية 100%. هوني دونك كانت قلت لكم كان تحبوا نحضروا شوكولا في ميزون اكتبوا لي في لي كومونتير، باش انا خاطر ما لقيتش برشا طلب على شوكولا في ميزون سورتو توا جاي الغونتخي والكل. هوني دهنت الجاتو متاعي صحة وبشفاء. ما تنساوش تابعوني على قناتي على اليوتيوب وعلى الانستغرام، نحبكم برشا ان شاء الله يا ربي تفيدكم الغوصات هذه، سورتو اللي يحبوا يعملوا ريجيم ودايت ما يحرموش روايحهم. نحبكم برشا.